السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تالتة ثانوي. معكم سو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع سو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة خش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها تالتة ثانوي 2023 فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعض. النهاردة يا شباب معانا مع فيديو جديد عن حل امتحانين على الدرس الأول من الوحدة الثالثة. قبل ما نخش على حل الامتحانين هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول امتحان، الوثيقه الاولانيه بتقول فيفر او كونتاكت دو لا ناتور، يعني العيش باتصال مع الطبيعه. فرانك بيير راكونت لير كوتيديان، فرانك وبيير دول هيحكوا اليوم بتاعهم. جو في ا لا مونتاني، انا عايش في الجبل. جو مي سون تري ليبر، انا بحس ان انا حر جدا. جي سوي بيرجي، انا اكون راعي. جابيت افيك ما فامي دون زين فيرم، انا اسكن مع عائلتي في مزرعه. نو باسون نو جورني ا نو زوكوبي دي زانيمو، يعني نحن نقضي ايامنا في الانشغال بالحيوانات. مو انا جي سوي افيك مي موتو، انا اكون مع الخرفان بتاعتي. ما فام سيرين سيلين اي اتليفيز دي شيفر، يعني زوجتي سيلين مربيه للمعيز. On fait de fromage, on vend les œufs aux habitants des villages. يعني احنا بنعمل جبنة وبنبيع البيض لسكان القرية. ici هنا l'hiver الشتاء، on fait du ski نحن نمارس التزلج على الجليد. l'été الصيف، on fait de la randonnée en forêt نحن نمارس السير المسافات الطويلة في الغابة. ou bien de l'escalade او تسلق الجبال. Pierre قال ايه؟ جابيت على كامباني، انا اسكن في الريف. مي بارون سون اغريتير، يعني والدي يكونوا مزارعين. الكولتيف هم يزرعون دي سيريال اي دي ليجيم، يعني يزرعون منتجات حبوب وخضروات. دون لي شام في الحقول بتاعتهم. اي الزون دي فاش وعندهم ابقار. فيفر ا لا كامباني، العيش في الريف سي جينيال، انه رائع. On va à l'école à vélo. بنروح المدرسة بالدراجة. Et le week-end ويوم العطلة. On joue au foot avec nos copains. بنلعب كرة قدم مع أصدقائنا. أو alors on joue à des jeux vidéo de société à la maison. أو بنلعب ألعاب مجتمع في البيت. طبعا الألعاب المجتمعية ديت اللي هي زي كوتشينة، شطرنج، الدومنة، طاولة كده. مو أنا جو في دو شيفال، أنا بركب حصان. مي لكن ما سير ماريا اي ترون بتيت، اخت ماريا تكون قصيره جدا. بارفوا احيانا. اون كامب اوسي دان لا فوغي، نحن نعمل معسكر ايضا في الغابه. افيك نو بارون مع والدينا. الاسئله يا شباب، اول سؤال بيقول فرانك عبيت نقط، فرانك بيسكن فين؟ على مونتاني. لي بارون دي ماري سون، يعني والدي ماري يكونوا مزارعين فيرميير. فرانك اي سا فامي باس لير جورني، يعني بيقضوا اليوم بتاعه في ايه؟ في الاعتناء والاهتمام والانشغال بالحيوانات. بوربيغ لا في على كامبان، الحياة في الريف تكون رائعة. سي سي بيغ بيغ بغون نوت بور على ليكول، بيركب ايه ورايح المدرسة؟ العجلة. اوني في فرانك نوت بيمارس تسلق، بيمارس التزلج على الجليد. الوثيقة الثانية يا شباب عنوانها بيقول لي لوزير افيك لا فامي سي امبورطون بور فو، يعني اوقات الفراغ مع العيلة انها مهمة بالنسبة لكم. ده سؤال طبعا، عندي ثلاث شخصيات بيتكلموا على السؤال ده. مالكة بتقول على لا ميزون في البيت اون في بوكو دي اكتيفيتي، نحن نمارس كثيرا من الانشطة اون فامين مع العيلة. لو ويكوند في العطلة. ما جران بير ما جران مير جدتي ابيت على كامباني، بتسكن في الريف. اي اونيم بيان علي شيزيل، ونحن نحب جدا الذهاب عندها. اون في دي روندوني، نحن نمارس المشي المسافات الطويله. اي دي بالاد افيلو، والتنزه على الدراجه. لو سوار مساء، ونجو او كارت، يعني نحن نلعب كوتشينه. او اون ريغارد دي فيلم، او نشاهد افلام. بوغ موا بالنسبه لي سي امبورطون دي باسي دي تومب افيك ما فامي، انه مهم قضاء وقت مع العيله. ماركو بيقول شي موا عندي اونير تري اكتيف، نحن نكون نشيطين جدا. مي لكن تو لو موند ا ديز اكتيفيتي ديفيرونت،
كل واحد فينا لديه أنشطة مختلفة. مي بارون ولدي سي لا ميزيك الموسيقى، ما بتيت سير اي موا أختي الصغيرة وأنا اون في دو لا ناتاسيون نمارس السباحة. الويكون في العطلة مي بارون اون دي كونسير اي نو يعني في العطلة والدي عندهم مهرجانات موسيقية اي نو دي كومبيتيسيون واحنا عندنا مسابقات. اون با لو توم بور لي لوازير اون فامين، نحن ليس لدينا وقت لعمل لقضاء اوقات الفراغ مع العيلة. اي جو بريفير فوار مي كوبان وانا افضل رؤية اصدقائي. اليكس بيقول دان مون فامي يعني في عائلتي اوناتو نوز اكتيفيتي، نحن عندنا كلنا انشطة. مي اون ان باسيون كومين، لكن نحن لدينا هواية عامة لنا كلنا سي ليسكالاد انها تسلق الجبال. ان فوا باغ موا يعني مرة في الشهر. اون باغ تو اون ويكون ا لا مونتاني، نحن نخرج كلنا مع بعض في العطلة الى الجبل بوغ فيغ دو لاسكالاد عشان نمارس تسلق الجبال. جو فوا اوسي بوكو دو مي زامي، انا ارى ايضا كثيرا من الاصدقاء. مي لكن جيم بارتاجي ان اكتيفيتي افيك ما فامي، لكن انا احب اتقاسم نشاط مع عيلتي. اول سؤال يا شباب بيقول ايه؟ سي بيرسون بار لو نوت، هؤلاء الاشخاص بيتكلموا عن ايه؟ عن انشطتهم في العطله. مالكة باس لو ويكوند، مالكة بتقضي العطله بتاعتها فين؟ في الا كامباني. ماركو ام باسي سي الوزير نوت، بيحب يقضي اوقات فراغه مع الاصدقاء. اليكس ام فير، اليكس بيحب يعمل ايه يا شباب؟ يعمل تسلق الجبال. لو ويكوند في العطله ماركو اي سا سير فون، ماركو واخته بيمارسون السباحه. لي بارو دي ماركو ام لي زاكتيفيتي نقط، بيحبوا الانشطه الموسيقيه. المواقف يا شباب، اول موقف بيقول فودو مونتي افوتر كوبا، انت بتسال صديقك بوركوا الاشي دي زوف، لماذا هو يشتري بيض؟ كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ طبعا هو بيقوله لماذا، يبقى هيقول السبب. السبب هيقول ايه؟ ما مير فا في فا مي فير ان بون اومليت، امي هتعمل لي اومليت. فودو مونتي افوتر امي سيل سي مونتي ا شيفال، انت بتسال صديقك سيل سي مونتي، لو هو بيعرف يركب حصان ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ لا لكن جو في اساي، لكن سوف احاول. فوتر بروفيسير فودموند، مدرسك بيسالك او في لافاش، اين تعيش البقره؟ ماذا انت تقول؟ الفي دون لي طابل، هي بتعيش في الحظيره. رقم 16 فوز اكسبريمي فوتر اوبينيون سي لا كامباني، انت بتعبر عن رايك حول الريف. كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ لا كامباني ايه مانيفيك، الريف يكون رائع. 17 فوديك غيفي ان كوبان، انت بتوصف لصديق لافير المزرعه بتاعت عمك. كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ لافير المزرعه كونتيا تحتوي على بلين دانيمون ديفيرون، تحتوي على كثير من الحيوانات المختلفه. رقم 18 فوتغ فيغير، اخوك فودموند يسالك كل انيمال، اي حيوان بيعيش في البرجري، ماذا انت تقول؟ اللي بيعيش في البرجري من الحيوانات اللي عندي ديت هو لانيو. فو باغلي ديز اكتيفيتي، انت بتتكلم عن الانشطه. كو سافي فير ا لا فيرم، التي انت تعرف ان تعمل فين؟ في المزرعه، ماذا انت تقول؟ هقول ايه؟ بعرف اعمل في المزرعه ايه؟ جو باس لوي كوند، جو بار ا لا فيرم، جو رونج ما شومبر، جو شاس اي جو في دي فيتيتي، يعني انا بصطاد وبمارس ركوب الدراجات. طبعا الباقي مش هينفع، فهي ده اقرب واحده. فودو وندي افترامي اولو بو سافي، اين الكتكوت يعيش؟ الكتكوت بيعيش في بولايه. بعد كده يا شباب اسئله القواعد، اول سؤال بيقول غادا دون ا مونجي نوات لابا، دون ا مونجي بيجي بعدها حرف الجر ا مع الحيوانات عشان معناها يعطي اكل الى الحيوانات، وكلمه هنا لابا، لابا هنا كلمه جمع هتبقى او اكس. سيت ريسيت اي نوت افيكاس، هذه الوصفه تكون فعاله. طبعا افيكاس ديت صفه والصفه بتاخد تخين. جيم بلونجي نوات لولاك، انا بحب اغطس في البحيره. دون
داخل البحيرة. غوبرت ايم سوف غومونيه دان نوات فيني. روبرت بيحب يتنزه في فيني. الفيني ده اللي هو زراعة العنب أو حقل العنب، وهي كلمة مؤنث تاخد ست. ماسيغ سي جوي نوات جيتار، بيحب يعرف يعزف جيتار. جوي مع جيتار هياخد دولار. نو نوات فيغ دو سكي، نو سافو، احنا بنعرف نمارس تزلج على الجليد. لكان نو نوات ديزوف، لكان اللي هو البطة تعطينا بيض. طبعا هنا عندي ضمير نو، وعندي قبلها لكان اللي هو البط، فهنا عندي اسم وجاي بقى له ضمير، وعايز ناخد هنا تصريف فعل. تصريف الفعل هنا هيبقى ايه يا شباب؟ حسب الكلمة الأولى اللي قبل الضمير لكان. لكان ده اسم مفرد، فهصرف معاه يبقى دون. البط يعطينا، انه ديت ضمير متحدث، البط يعطينا بيض. نو نوات اون كونجي، نو سوم اون كونجي، نحن نكون في عطلة مع ليلى. نو سوم. 29 انيمو تو فوا ا لا فيرم. انيمو جمع مذكر، تبقى كل انيمو، اي حيوانات انت ترى في المزرعة. رقم 30 جمع لي نوات اوروب اون ايفي. اوروب ديت قارة، والقارة بتاخد حرف الجر اون، كنا واخدينها في سنة تانية. نوتر كوزا ايه النقط، ابن عمي، ابن عمنا يكون ايه؟ طبعا هنا هاخد صفة لكلمة ابن عمنا، مفرد مذكر، يبقى انا عايز اخد صفة مفرد مذكر، فيترينير، طبيب بيطري، برضو من سنة تانية السؤال ده. مون فرير اموا، اخويا وانا، اون نوات دي فيلو الافير، نحن ايه؟ ركوب دراجات. اون في، نحن نمارس ركوب الدراجات في المزرعة. لفيني سي نوات، طبعا هنا سي بيجي بعدها الصفة مفرد مذكر، يبقى اختار جولي. بعد الازهرية مسيو اي مدام ديبون، يعني الاستاذ ديبون والمدام بتاعته، فيف، يعيشون دون لير بوتيفير، في مزرعتهم الصغيرة. فوسي لي ام بلوا دي توم، ها هو جدول مواعيدهم. الساعة 6، 7، 7 ونص، 10، 13، 14، 16، 19، كل هنا ميعاد بيعملوا فيه ايه على اليمين. هنا الساعة 6 ال سي غيفي بوي ال سي دوش، بيستيقظوا ثم ياخدوا دوش. 7 الفطار. 7 ونص مسيو دي بون دون ا مونجي او لابا اي اوبول، بيعطي اكل الى الارانب والدجاج. الغماس ليزوف، هو يجمع البيض، او مدام دي بون، مدام دي بون هي اللي بتاكل الارانب والفراخ وتجمع البيض. بوي ثم الفا او بوتاجي، بتروح بستان الخضروات. بور رامسي دي اللي جيم عشان تجيب خضروات. الساعة 10 مسيو دي بون فا او شامب اكومباني دي فاج، بيروح الحقل معاه البقر والمعيز والخرفان. الساعة 13 لو دي جيني، طبعا 13 دي يعني الساعة واحدة، مدام دي بون في لا فيسيل ايرونج لا ميزون، بتغسل الاواني وترتب المنزل. الساعة 16 يعني الساعة 4 مسيو دي بون جو على بيتونك افيك سي فوازان، بيلعبوا لعبة الكرات الحديدية مع جيرانه. الدين دون لا سال امونجي، بيتعشوا في قاعة الأكل أو صالة الأكل. تعال نشوف الأسئلة اللي عندنا بتقول إيه. آ سيتير مدام إي مسيو دي بون نوت، الساعة 7 هما بيعملوا إيه؟ بيستيقظوا. دان لي شامب دي دان لي شامب دي مسيو دو با إليا، في الحقول بتاعت مسيو دو با يوجد ايه؟ يوجد ابقار فاش. مدام دي بوفا او بوتاجي بور افوار دي ليجيم، عشان تجيب خضروات. مسيو دو بو جو ا لا بيتونك، مدام اي مسيو دو بو برين لو ديني، بياخدوا العشا فين؟ في البيت ا لا ميزون. مدام دي بون في لا فيسيل، بتغسل الاواني ابريل دو جيني، يعني بعد غدا. ايميل مبعوث من ماتيلد الى جونيت، الموضوع فاكانسي دي في، يعني اجازات الشتاء. فوندري دي درنيير، الجمعه الماضيه. ما فامي اي موا، عائلتي وانا، نو سوم بارتي او سنتر اسبورتيف، نحن رحنا او خرجنا او رحلنا الى مركز رياضي اسمه اسبور دي في، يعني رياضات الشتاء. كالورير، يا للرعب. جو ديتست لا نيج اي لو فخوا، انا بكره التلج والبرد. مي مامون تغوف كو سي لا مي في بيان دي بروندر دي لير فري، لكن ماما تجد ان احنا محتاجين ان احنا ناخذ هواء فريش. جو سوي اوبليجي دي لوي دي اسكي، انا اكون مضطر لتاجير، لوي يعني اجر حاجه، دي سكي اي سا بروند انير،
يعني يأجر السكيل اللي اخرها اس ديت اللي هو العصيان اللي بيتزحلقوا بيها في التزلج على الجليد. اي سابغون اينير، وهذا يأخذ ساعة. لي بيست سون تري ديفيسيل بوغ موا، الطرق بتاعة التزلج على الجليد تكون صعبة جدا بالنسبة لي. جي تومب تو لي دي متر، انا بقع كل 10 متر. جي تري بير دي مي كاسي لا جامب، وبكون خايف قوي ان رجلي تتكسر. اي فوالا جي سوي تومبي، وها هو انا وقعت. جون بو با بوجي، مش قادر اتحرك. جي دوا ريستي على الاوتيل، انا يجب ان اقعد في الاوتيل. مي لكن سوني با غراف، لكن مش خطيره قوي. النيج اي الفيت خيف اخوا اوليبل، يعني الدنيا بتشتي تلج والجو بارد جدا. مي لكن ريزمون لحسن الحظ، جي سوي دون ما شامبر على الاوتيل افيك ان بون تي شو، لكن لحسن الحظ الدنيا تشتي بره وانا اكون في حجرتي في الفندق مع كوبايه شاي سخنه. اول سؤال يا شباب بيقول ماتيلد ايه باختي اون فاكانس افيك سا فامي، ماتيلد خرجت في الاجازه مع عيلتها. فري ماتيلد ايه تالي اسي سنتر ديس فور اون ايتي، راحت في فصل الصيف طبعا. فو ماتيلد اشتيت سكي، اشترت سكي ولا اجرتها؟ هي اجرتها، تبقى فو مش فري. فو يبقى نرجع كده نمسح دي ونخليها فو. رقم 4 ماتيلد ابير دي سي كاسي لا جامب، ماتيلد خايفة ان رجليها تتكسر. فري ماتيلد فارستي على الاوتيل بارسكل نابا دي سكي، لا ماتيلد بيقول لك ان ماتيلد قعدت في الفندق عشان هي ما عندهاش سكي، لا هي قعدت عشان رجلها اتكسرت. ماتيلد اي كونتونت درستي دانسا شامبر، كانت مبسوطه ان هي قعدت في حجرتها. ايوه كانت مبسوطه عشان الدنيا كانت بتشتي بره وهي معاها كوبايه شاي سخنه ومزاجها رايق. طيب تعال نشوف الاسئله اللي بعد كده. اللي بعد كده يا شباب المواقف، اول سؤال في المواقف بيقول ايه؟ تونا ميتو دوموند، صديقك بيسالك سوكتو في الويكوند، ماذا انت تفعل في العطله؟ ماذا انت تقول؟ بتقول ايه؟ جو في على كامباني، بروح الريف. اون تو موند، الناس بتسالك كومو تو فا بارتيسيبي على بريباراسيون دين فيت، كيف انت سوف تشارك في اعداد حفله؟ ماذا انت تقول؟ هتقول جو في ديكوري لا سال، انا سوف ازين الصاله او القاعه. تو دوموند اتون كوباب كوا الفا على كامباني، انت بتسال صديقك لماذا هو يذهب الى الريف، هو هيقول ايه؟ جيم بكل كالم لو كالم، انا بحب قوي الهدوء. تفودو ني ا مونجي او كانار تودي، انت تريد ان تعطي اكل الى البط، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ جوفي ا لا باسكور، يعني انا اذهب الى عشه البط. رقم 5 يا شباب توناميتو دومون، صديقك بيسالك سوكيليا او بوتاجي، ماذا يوجد في بستان الخضروات؟ انت هتقول ايه؟ هتقول يكون مليان بالفواكه. اول واحده تو دوموند تونامي كومو الباس لو تومب على فيرم، كيف هو يقضي الوقت في المزرعه؟ هو هيقول ايه؟ هيقول جو مبرومين اشيفال، انا بتنزه على الحصان. تو بروفوز اتيزامي دالي على كامباني، انت بتقترح على اصدقائك الذهاب الى الريف، انت هتقول لهم ايه؟ فوزافيد انفي دالي على كامباني، هل لديكم رغبه للذهاب الى الريف؟ تومبتي فرير تو دوموند، اخوك الصغير بيسالك سو كولا كان نودون، ماذا البط يعطينا؟ انت هتقول النودون لو شير، هو بيعطينا اللحم. لا شير ده اللي هو لحم الدواجن، لا شير لحم الدواجن، خلاف كلمه لافيون دي اللحمه بتاعت اللحمه الحمراء. تو دوموند تو نامي، انت بتسال صديقك لو بوتاجي سي كوا، البوتاجي ده يكون ايه؟ طبعا بستان خضروات وفواكه مليان بالخضروات. رقم 10 يا شباب تون فرير تو دوموند، اخوك بيسالك سو كولو با مونج، ماذا الارنب ياكل؟ بياكل جزر. المونج دي ليجيم او خضروات، صح بياكل خضروات او جزر، الاثنين صح. تون امي تو دوموند كيل انيمو فيف دان لا بيرجري، ايه اللي بيعيش في البرجري؟ البرجري بيعيش فيها ايه؟ لي موتون، الخرفان. بعد كده يا شباب سؤال القواعد، اول سؤال في القواعد بيقول ايه يا شباب؟ انا نيون سي برومين نوع ديلافيني، يعني انا نيون الولد دوت الحمل ابن الخروف، يتنزه
نوت دولافيني. طبعا مديني هنا حرف جر في الاختيارات وفي هنا دو. مين حرف الجر اللي بيجي معاه دول دو من اللي موجودين في الاختيارات؟ هو بري، قريب من حقل العنب. مارين امباما ناجي دالولك، داخل البحيرة. تتروف لا فيرم، كيف انت تجد المزرعة، يعني ايه رأيك فيها. كومو جيبير نوات مونتي اشيفال افوار بير دو، يعني بيخاف من. اون نوات بلونجي دال ريفيير اون سي، نحن لا مش تبقى ديت، تبقى التانية، تبقى ديت اون سي بلونجي دال ريفيير، نحن بنعرف نعوم في النهر، هتبقى سي عشان اون بيساوي الايل. رقم 6 يا شباب، جوجو نوع ترومبيت. ترومبيت ديت آلة موسيقية مفرد مؤنث مع فيرب جواه تاخد دولار. بوتاجي اي اكي، هذا البستان يكون الى من؟ كلمة بوتاجي مفرد مذكر هتاخد سو لانها بتبدأ بحرف ساكن. لو كانت كلمة بتبدأ بحرف متحرك كنا خدنا الاخيرة، عشان يعني كلمة بتبدأ بحرف متحرك وتكون مفرد مذكر بتاخد ست الاخيرة. رقم 8، لاماغ البحر سي بلي نوات كولالك. طالما عندك المصطلح سي بالشكل ده يبقى الصفة اللي هتيجي هنا مفرد مذكر، يبقى لون. كولتيف لي شامب، يزرع الحقول، يبقى من يزرع الحقول؟ كي. ليفاش نوات دالي تابل، ليفاش اللي هي الابقار تعيش في الحظيرة. ليفاش ده اسم جمع يعامل معاملة الضمير إل أفيك أس، يبقى هيبقى آخره أو إن تي. لو لابيروفي دون نوات كلابيه، كلابيه ده بيت الأرنب. وجميع بيوت الحيوانات يا شباب مفرد، جميع بيوت الحيوانات مؤنثة ما عدا بيت الأرنب وبيت الفرخة، ده بيت الأرنب يبقى لو. بعد كده يا شباب سؤال الإيميل وسؤال الموضوع. سؤال الإيميل بيقول سالو مرحبا، تو باس لو ويكون دون فيل او ا لا كامباني، أنت تقضي العطلة في المدينة ولا في الريف؟ افيكي مع مين؟ كيسكو فوفيت لا، بتعمل هناك. جميل جدا وسهل جدا ان شاء الله. هقول جو باس لو ويكوند ا لا كومباني، انا بقضي العطله في الريف. افيك مي زامي، مع اصدقائي. هقول جو في دو في تي تي، انا بمارس ركوب الدراجات. بعد كده بيقول لك اعمل موضوع من الاثنين دول. اول موضوع بيقول تو باستون ويكوند ا لا كومباني، راكونت يعني اتكلم عن يوم عطلتك في الريف، ومديك فير ولابا الارانب وميدي يعني الظهر. تو اكري يعني ميل اتون امي بور لوي بارلي دي لافي على كامباني اي دي اي ديزني مود لافير، يعني انت بتكتب ايميل لصديقك لكي تكلمه عن الحياه في الريف والحيوانات بتاعت المزرعه، ومديك فيفر يعيش، موتو الخرفان، وكالم يعني هادئ. وهنزل لك اجابه واحد فيهم دلوقتي ان شاء الله. بكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل امتحانين على الدرس الاول من الوحده الثالثه. اتمنى يا شباب ان انتم تكونوا بتستفيدوا من الحاجات اللي انا بقدمها عشانكم، ويا ريت ما تبخلوش تحطوا لايك للفيديو وتشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.